أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل في هذا الأمر تفصيل؟ نعم. من لم يحكم بغير ما أنزل الله هل من تفصيل في هذه المسألة؟ نعم، فصل العلماء في هذه المسألة فقالوا: من لم يحكم بما أنزل الله وهو يستحل هذا ويرى أنه جائز وأنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، أو أن غير ما أنزل الله أنه أفضل مما أنزل الله أو مساوي، فهذا يكفر بالإجماع، يكفر الكفر الأكبر بالإجماع. أما من يرى أن ما أنزل الله هو الحق وأنه يجب الحكم به لكنه خالف ذلك لغرض إما لطمع دنيوي وإما لهوى في نفسه في بعض المسائل، فهذا مرتكب لكبيرة كبائر الذنوب ولا يكفر. نعم.